عارف معزتك كبيرة عندي وش. كنت أتمنى أكون زيك لكن ما قدرتش. بس قول الكلام. ما شاء الله عليك. راجل مش ناقصك شيء. ناقصني حاجة نشوف فيها عندك وأنا ما عنديش يا مراد. شني؟ إنه يكون عندي هدف. زيك. عموما طلبتك لأخبرك بأن هناك طلبا وصلني من أحد المجاهدين للزواج بك. ومن هو الذي تقدم لي؟ أبو بلال البومكي من مالي. من مالي؟ أولا أنا مبسوط جدا من الشغل الكبير اللي أنتي تديري فيه. ملتزمة بشكل كامل برؤيتك يا أستاذ. كويس، وهذا اللي عجبني فيك. ثانيا انك بيك تزيدي ترفعي في العيارة شوية في الحلقات الجاية. انا كلمت المعدين انهم يزيدوا في مقدماتك النارية شوية بهارات. لكن انتم عارفين المشكلة وين؟ وين؟ هالاخوة العراقيين محتكرين الاتصال بالخليفة حفيد الله بشكل كامل، ما يبوناش احنا مسلوفين. كلام هذا خطير وحيسبب فتنة يا ابو عبد الله. ثم كنت اتمنى ان اكون في مكانك يا ابن مصر. ارض الكنانة والنال جزاءك. لكن الله وضعني في مكاني ووضعك أنت في مكانك بحكمتي ومشيئته. انت فكر زمان لما كنت صغير بويا الله يرحمه خدالك بدل شرطة وصورت بها. ومن هذاك اليوم وانت تقول لي بالولي شرطي. اه اليوم الحمد لله تخرجت ووليت شرطي. التقرير حيتضمن الثغرات اللي قاعد يتسرب منها الارهابيين لبلادنا واللي ممكن نقعدوا يوم كامل نسردوا فيها، لكن نقدروا نشيروا هنا لاكثر الثغرات خطوره واهمها وجود عدد كبير من جوازات السفر المزوره. يعني الارهابيين قاعدين يخشوا حتى من المنافذ الجويه؟ طبعا تم اكتشاف عده حالات تزوير واغلبها في الجوازات الخضراء القديمه. مهزل ان الدوله قاعده تتعامل بيهم لتو. ما فيش امكانيه للغائهم بسرعه، وانت تشبح في طوابير جواز الازرق لوين واصله، والناس تقعد بالشهور تراجع باش يطلع. تمام امشي للنقطه اللي بعدها، الفلوس اللي نهبوهم جماعه انصار الشريعه سنه 2013. كم شهيد؟ اكثر من 40. ثوما افتح التلفزيون بلك جايبين خبر الاحتفال متاع مراد اليوم. هيا هيا. يا رب يا رب يوفقك يا مراد، يا رب يوفقك يا غالي. مش جايبين شي يا خالتي. تعرفي
أكيد أكيد توا مراد في الطريق هو وطارق وجايين فرحانين. اسمعي سلمني أختي الغالية نبيك فيسع ضمي هذه الحاجات باش نوتوا الطاولة ونوتوا الحلويات ونوتوا الزينة. هيا هيا يا غالية هيا من عيوني اثنان. يا جماعة يا جماعة الوليمة دي من حر مالي احتفالا بالنصر الكبير الذي من الله به علينا بنجاح عملية زليتن وهلاك العشرات من جنود الطغاة. الله أكبر الله أكبر. وعاوزكم يا جماعة ما تنسوا الدعاء لأخونا الغماسي أبو حزيفة المصري بأن يتقبل الله منه جهاده ويحتسبه من الشهداء. آمين. بسم الله. ألف مبروك يا ليلى. ألف مبروك حمزة. شنو عجبتك الدبلة؟ تو على أساس مش أنا اللي مختارتها يا ستي. إن شاء الله نديروا العرس عن قريب وتمنى على خير يا رب. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب. قاعدين لي توا مازال مجوش؟ أكيد على الجاية يا خالتي أكيد. بخير مسكرين نقلاتهم؟ أكيد تم منهم شحن راهم طالعين من الفجورة. اسمعي خالتي حتى استريحي شوية مش بهلك الوقوف واجد. خير وجهك شن فيه؟ آه مجوح. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلين عاطف. تشيها الصدفة السعيدة هذه.
والله كنت فايت من الشارع قلت خل نخطب من هدرز عليه. باقي قاعد نشرب قهوة. لا لا متعبش روح. سمعت بالاخبار اليوم. تقصد تفجير سليتنو؟ ايه. تعرف من بكري وني والع من اللي صاير. ان شاء الله خير. ربك يفرج. تبقى كيف ساكتين عليهم الدولة هادمة؟ انت مصدق ان في دولة اصلا؟ تمال لابسين قراويط هادمة كل مرة ماشيين لمؤتمر صحفي واستقبال، تشي برنامجهم؟ باظات يا نصر باظات اسني انا. هذول همهم بلاد ولا دياولو. وين الدولار وين هم؟ سامحني في كلمة يا عطو، تعرفني ما قصدتش حاجة غلط، لكن انتم السبب. كيف احنا السبب؟ تي هو اصلا شن خلى هالسياسيين هذي ما يتفرعنوا ويطغوا ويفسدوا البلاد لولا انكم حامين ظهورهم. خيرك يا بنت مش على بعضك. خليها رايضة اللي فيها مكفيها. شنو هي ماشية للموت؟ ما هي ماشية تتزوج. تحكي بجدك أنتي؟ أنتي خيرك كشيتي فيه يعني شن قلت؟ أنتي ترضى تعرس بواحد بالسيف عليك؟ عادي شن فيها؟ هذا زواج وزواج شرعي ما فيش مزاج وخاطر. تحكي بجدك أنتي بعقلك؟ هذا شرعنا أنا ما زدت عليه شيء. الشرع يقول اللي المرأة ما عندهاش راي وتعرس بالسيف عليها. مدام ولي الأمر قال هيك فيجب علينا السماع والطاعة. اطلعي برا. انت هبلتي. اطلعي برا. هذه كده هبلت. قلت لك اطلعي برا. الشرع ما قالش انك تصاحبي واحده بالسيف عليها. العدد كويس، حنحتاجوهم الفترة الجاية. ولا شنو رأيك أبو البركات؟ 32 مقاتل من تونس و12 من مصر و9 من السودان و14 مقاتل من مالي والسنغال والنيجر. الإجمالي 67 مقاتل، وما زال في دفعة أخرى توصل في الليل بعون الله. كم عددهم؟ قريب 88 مقاتل. أظني مش حيطول بينا الوقت، حنبدو في الهجوم بدل الدفاع. قاعدين ننتظروا في أوامر أمير المؤمنين. أظني مش حيطوب بينا الأمر. قعقاع، سيكون عليك الكثير بصفتك أميرا لسرايا الصحراء. ادخلي يا أم سالم. السلام عليكم أخ أبو بلال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كما أخبرتنا أم الحارث فإنك ترغب في الزواج من أختنا أم سالم كما ارتضت شريعتنا الإسلامية ووفق شرعنا الحبيب وأحكامه. نعم صحيح. وشرعنا أجاز للرجل أن ينظر إلى المرأة التي يرغب في الزواج منها نظرة شرعية يأخذ بها فكرة عن ملامحها وهيئتها، وإن كانت بها أي عيوب ظاهرة عليها فلا يغش فيما بعد بشيء لم يتوقعه. ووفقا للتوصيات التي أتتنا من أم الحارث نقلا عن قاضي الأحوال الشخصية وأيضا قاضي المحكمة الشرعية، فلا يجب أن تطيل النظر إليها إلا بالقدر الذي يسمح لك بالتعرف على ملامحها دون زيادة أو نقصان، ومن ثم يمكنك المغادرة على أن ترد علينا فيما بعد بالقبول أو بالرفض. تستطيع الآن أن تكشفي عن وجهك يا أم سالم. موافق موافق. خذ وقتك في الرؤية واتخاذ القرار.
موافق من الآن وأنا جاهز لدفع مهرها إن شاء الله وبالضعف إن أردت. فالإرهاب البشع قرب كل بعيد ووصل كل منقطع، ومعركة الليبيين اليوم هي الحفاظ على الهجوم لا للنفوذ، وعدو اليوم لا يعترف بلغة الحوار أو الاختلاف وإنما بلغة قطع الرؤوس وتفجير الناس. يقف الليبيون مكتوفي الأيدي أمام هذه العمليات الإرهابية. ريت شي صاير في البلاد. والله شي يبكي، ما بطلتش واني مفكر فيهم، شباب زي الورد ما بعد هلهم. تعرف الحاجة حليمة؟ من الحاجة حليمة؟ اللي كانت تسكن قدام حج جدي بعدين حول. انت مش مرة مشينا لهم في وفاة رجلها؟ ايه عرفت هي. ولدها مراد استشهد في التفجير الله يرحمه ويغفر له. يا ناري يوم تخرجه الله يرحمه ويسامحه. هو بعون الله في الجنة. أما اللي قتلها في النار خالد فيها. استمعنا لعدة تحليلات ونقاشات حول تغلغل تنظيم داعش في ليبيا منذ إصدار ذبح الأقباط وصولا إلى تفجير مركز تدريب الشرطة بزليطن. ماذا باعتقادك التحليل الأنسب لذلك؟ برأيي أن هذا الضجيج من التحليلات السياسية لم يخدمنا بشيء، بل هو بالمجمل هو محاولة لإضاءة الحقيقة في دهاليز السياسة. عندما نتحدث عن تغلغل الإرهاب في بلادنا فيجب أن نحلل الأمر بروية ونسأل أنفسنا بكل صراحة، كيف تغلغل داعش داخل ليبيا ولم يلاحظه أحد؟ عشرات بل المئات من التشكيلات المسلحة المنتشرة في البلاد، أين دورها؟ أين دورها في حماية الحدود وتأمينها؟ هذه التشكيلات تصرف لها مئات الملايين سنوياً من ميزانية الدولة دون جدوى. وماذا عن الانقسام السياسي؟ دون شك الانقسام السياسي أثر بشكل كبير على الوضع الأمني داخل البلاد، فلا يمكنك تصور قبضة أمنية قوية في ظل انقسام سياسي ومالي في جسد الدولة. السؤال الأهم الآن سيد صالح عبد السلام، وبصفتك سياسي كبير ورئيس حزب، هل تتوقع القضاء على هذا التنظيم في وقت قريب؟ لا أعتقد ذلك، ربما سنحتاج إلى دعم دولي، قد يصل إلى إنزال قوات أجنبية على الأراضي الليبية حتى يتسنى لنا القضاء على هذا التنظيم وشروره. ما سمعتيش حاجة جديدة؟ يا عيني جديد ديما تلقاها عندي. شن سمعتي؟ قال لك دخول أبو بليل على أم سالم الأيام الجاية. ربي عقد عسلهم. يمين يتهنوا ببعضهم. وانت ما جاكش عهد للزواج؟ جوني ثلاثة، لا أربعة. ما شاء الله. ومن شكون؟ ما عادش نتذكر حتى فاساميهم. وانت شن صار فيك حق؟ أنا تعرفني شكون نحب. قصدك قاعدة تحبيه؟ نعشق الأرض اللي يمشي عليها. بها كيف توصلي فيه؟ ما نعرفش يا خيتي، هو كيف هلال العيد ما يبانش. موضوعك صعب بس ليه حل. كيفاش يا خيتي؟ قولي كيفاه. قربي مني واسمعيني كويس. زعما اش قاعدين يقولوا هالفاع؟ يقولوا اللي بيقولوه، انا ما عادش تهمني حتى حاجه. وسع بالك يا خيتي ويزم الكآبة اللي انت فيها، انت حتى وجهك ولا اصفر من التخمام. انا من يومي منكوبه وما عنديش حد بكل في الدنيا. من صغري وانا عايشه في الفقر والهم والغم. عشت الفقر في حشباتي، عشت الفقر في حش راجلي، عشت الذل. انا استغفر الله العظيم وخلاص.
رد بالك مزلت تعاودوا الكلام هذا. كان تسمعكم خبايب لما تتمنى الأرض تتشق وتبلعك. ليش المناسبة؟ فرحا بالانتصارات التي من الله بها علينا. انتم منو؟ المسلمين. حتى احنا مسلمين. المسلم لا يقف مع الكفار في خندق واحد يا شيخ صلاح. ليش انت تشبح في كفار واقفين حداي تو؟ وخطب الجمعة اللي تحارب فيها جهاد المسلمين ضد الكفار والطغاة. هو انت ماشي في بالك ان اللي يديروا فيه داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى هذا جهاده؟ وماذا تسميه انت؟ تطرف وخروج على الدين والملة وحقد أسود على البشر أجمعين. هات عليك. اسمع، كان جو صقع نجيبو الدفايو. لا لا جو تمام، تري. شي حال حاج حب سلام وحاجة سالمة؟ في خيار الخير، يسلموا عليك. انت شي حال اهلك؟ الحمد لله طيبين. ها شنو تخبرنا؟ شي في جديد؟ ما في جديد، من الحوش للكتيبة ومن الكتيبة للحوش. يا راجل ما فهمت شي محبك فيها هالكتيبة. تقول قاطعين لك صورتك فيها؟ خدمتي يا نصر وشين ينسيبها؟ انت مش خدمتك الأصلية سواق بورتر؟ ولا بتتبرى منها توا يا حاج؟ بصارة بصارة ما تزعلش، عارفك مهندس إلكترونات. هو تبي الحاج زمان سوقت السيارة مع جدي الله يرحمه. وبعدين الخدمة مش عيب، شي فيها كأنك سوقت بورتر ولا سيارة كبيرة؟ لا فعلا فيها شعيب، لكن جديات يا عاطف، انت ليش شاد في موضوع الكتيبة وسلاح؟ علاش ما توليش لحياتك الأولى؟ شوف يا نصر الدين، أنا مخترتش نكون هيك. الشي هذا انفرض علينا فرض، مش أنا وبس، شباب واجد يلقوا روحهم في وجه المدة، وانت وغيرك واجدين قاعدين يرددوا في نفس السؤال ويعاودوا في نفس الجملة. قام تتسيبوا سلاحكم وترجعوا لحيشانكم. لكن ما سألتش روحك مرة شنو حيصير لو كنا سلمنا سلاحنا ورجعنا لحيشاننا؟ منو حيأمن الشوارع والبوابات، المنشآت والمدن، الحدود والصحراء؟ في دولة للأسف كلها فوضى في فوضى، فيها أكثر من حكومة وأكثر من قانون، أكثر من برلمان وأكثر من دستور، تفهم شيء؟ فيها أكثر من 300 ألف منتسب للمؤسسات العسكرية راكدين في حيشانهم وياخذوا مرتبات من غير خدمة، وفيها من يهدد فينا صبح وليل إنه حيحكمنا بقوة السلاح ويرجعنا للدكتاتورية. أعطيني دولة مدنية فيها دستور ومؤسسات قوية وما فيهاش واحد يقول حنرجع نحكمكم بالغصب. ما فيش. عليك مني نسيب سلاحي واللوحة على طول إيدي، وكانك مازال شفتني لابس عسكري اللي تبيها نفي. وإلى لقاء قريب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعدت بلقائك سيد صالح. وأنا أسعد. أحسنت يا أستاذ، أحسنت. واحد من أروع اللقاءات السياسية اللي رأتها في حياتي. تي تعرف لو تشرشل ولا روزفلت حيين ترام غاروا منك. شن أكثر حاجة عجبتك؟ الحوار كله عجبني، ما في شي حاجة تتلوح. الله يبارك، الله يبارك، ما شاء الله ما شاء الله، يعطيك الصحة.
مرحبا. يا مرحب. شو اسم الله عليك؟ نشيط اليوم، جاي قبل نص ساعة من برنامجك. والحلقة اليوم نار ودخان. وشو محضر لهم اليوم؟ والله عندك الدولار نازل شوي اليوم في السوق، فبركبون من السقف وموتي لهم شوية أخبار وضيوف يرعشوا، ما تفهمي شيء، حيخلوا الدولار يتعلى في العالي وتعلى في العالي وتعلى. الله يعينك على مخططاتك الفاسدة يا زميل. يحمي بلاده وشعبه. من عمر 6 سنين وهو يقول لي يما هني راول بدي اطلع شرطي زي بابا وزي الناس اللي نشوف فيهم في الشارع. وانا نقول له علاش يا مراد مش دكتور خير؟ يقول لي لا هني نبي نطلع شرطي، بدلة الشرطي احسن من الدكتور. دار المستحيل عليه خاطره، وهيك هيك في لحظه يسرقوا منه كل شيء، حياته واحلامه وطموحه، ياخذوا منه كل شيء وياخذوه مني. علاش علاش مراد شدر له؟ مراد ديما على حاله، من القرايه للحوج ومن الحوج للقرايه، عمره ما كلم حد ولا غلط في حد. عمري ما شمت عليه ريح الدخان ولا بات حتى مره مره. علاش؟ هذا جزاء، هذا جزاء اللي بيحمي ناسا وبلادا. علاش مراد؟ علاش؟ علاش مراد؟ علاش مراد؟ يا أخوتي أنا مانيش داعيكم للفرقة، ولكن لتقوية أنفسنا خدمة للدولة ولتحقيق أهدافها. كلام أبو عبد الله صحيح، وفكرة تدور في نفس الفلك، خدمة الدولة وتقويتها. لكن هو الوالي وطاعته واجبة. ومن اللي قال عكس الكلام هذا يا أبو إسلام؟ وراه حتى المشورة واجبة. أنا معاك يا أبو عبد الله. دق وتري صورك. سلاح الكلاشينكوف هذا يا أشبال الدولة الإسلامية هو سر وجودنا، به نحيا وبه نعيش، هو سر قوتنا وبه نضمن استمرار الدولة الإسلامية عالية. بداية من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ونحن هنا لنشكر جهودك وجهادك في سبيل الله يا أبا معاذ. ولا نزكي على الله أحدا. هذا واجبي وواجبنا جميعا تجاه دولة الإسلام.
ولنحكم شريعة الله على الأرض. هذا ما قدمنا من أجله، وهذا هو هدفنا جميعاً بعون الله، وهو أن تصبح دولة الخلافة أقوى وأكثر شوكة وبطشاً ومهابة في العالم. يسعدني ذلك يا أبو يعلى. ومن أجل هذا الهدف السامي تباحثنا أنا وأبو عبد الله وأبو ناصر وأبو عبيدة وأبو البركات، واستقر رأينا على ترشيح أخانا أبو عبد الله ليكون قائداً على الجهاز الأمني السري إن شاء الله. لكن هذا الموقع يشغله حالياً أبو علاء التونسي. نعلم ذلك جيداً يا أبا معاد، ولكننا نرى أنه ليس كفؤاً لهذا المنصب ولم يقدم أي إضافة له. رأيتم؟ ألا تعلمون أنني الوالي هنا وأنا من يرى ويقرر؟ حاشا وكلا يا أبا معاد، وعلينا السمع والطاعة لولاة الأمور، ولكن عليك الأخذ بالمشورة أيضاً. صحيح، وأمرهم شورى بينهم. سأدرس هذا الترشيح بعون الله. متى؟ قلت سأدرسه. نحن ننتظر ردك خلال أسبوع. أسبوع واحد فقط. ننتظر الأكل على الأقل. لا كل أنت، نحن شبعانين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سالم، شنو تسوي في أيامك العادية يا ولدي؟ الأشياء الجديد، أصدقني صباحاً، أم تعد الإفطار، أدب العمل، أوطل مياه المجاهدين، أعود المساء يوم أضافة، أم تعد لي العشاء، أقرأ بعد آيات القرآن الكريم ومن ثم أنام. ما شاء الله عليك يا ولدي، ما شاء الله وتبارك الرحمن. هكذا تكون همم وأشبال الدولة الإسلامية يا سالم. أحسنت يا ولدي، أحسنت. ولكن يبدو أن كل هذا سيتغير. يتغير؟ كيف يا سالم؟ ماذا تقصد يا سالم؟ هل استجد هنالك شيء؟ هناك مجاهد تقدم بالزواج لأمي وزفافها بعد يومين. ومن يكون هذا الشخص يا سالم؟ السلام عليكم أخت نورية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تسمحين لي بالجلوس؟ تفضلي. أولاً أحببت أن أثني على مجهودك معنا وعلى سهرك لراحتنا، بارك الله فيك. أنا هنا لراحة الدولة الإسلامية وليس لراحتك. أعلم أعلم، ربما خانني التعبير. ماذا تريدين؟ أوجزي. سمعت أحد المشايخ في خطبة الجمعة يقول أنه يجوز للمرأة أن تخطب الرجل لنفسها، هل هذا صحيح؟ إذن ليس صحيح. سأذهب لأمير ديوان الدعوة والمساجد وأشكو هذا الشيخ. بلى صحيح، يجوز. إذن أريد أن أخطب أحد المجاهدين لنفسي، وأرجو أن تنقلي له رسالتي هذه. ومن هذا المجاهد؟ هل أعرفه؟ ومن لا يعرفه؟ أبو عامر الجزراوي، والي طرابلس. Thank you.
كعبي يا طوقة. آه يا طوقة يا كعبي. نور جيب زيك يا قدر. نور. فعلا حتى هو. وريني هاي. برا ياسر ياسر خليه يلعب يا مغيره عندك انت ياسر برا سلموا ولادي سلموا ولادي ما شاء الله ما شاء الله عجبني أنت تعلم جيداً أن وضع أبو عبد الله في هذا المنصب الحساس سيجعله يتحكم بشكل كامل في كافة المعلومات السرية والاتصالات والأمن الداخلي، فهذا المنصب يساوي رئيس الاستخبارات في النظم الكافرة. أعلم ذلك جيداً يا أبا حمزة، بس ما باليد حيلة. لا تنسى أننا في أرض ليبيا وأنهم في الأصل ليبيون، ونحن لن نستطيع أن نحكم بدونهم. وهل شاورت الخليفة في ذلك؟ طبعاً، وكان رأيه مطابقا لرأيي تماما. السمع والطاعة إذا. كلام هذا خطير جدا، والواقع على الأرض ما زال أخطر. التنظيم قاعد يتمدد بشكل كبير، يعني سيطر على سرت بالكامل. مش سرت بس، حتى النوفلية وبن جواد وما بعدها شرقا. وقواتنا وين متمركزة؟ في الوشكة، يعني على بعد 100 كيلو من سرت. مسافة بعيدة سيدي.
لازم التحرك بشكل سريع وحاسم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية نهنئ أخانا أبي عبد الله الذي تم تكليفه من طرفنا بقيادة الجهاز الأمني السري، أعانه الله على مهامه وجزاه الله عنها كل خير. أما بعد، وبعد أن آلت الأمور في مدينة سرت لنا بحمد الله وفضله، هان لنا أن نزأر زئير الأسود وأن نصرخ صرخة في وجه الذنوب والمعاصي، وأن نجهر بالحق ونطبق الشريعة الإسلامية بحد السيف. وكونوا على الموعد قريبا في ساحة مدينة سرت لتروا ما تقر به أعيننا وأعينكم بإذن الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. قتل الكفار أينما حلوا وأينما ذهبوا واجب شرعي، وعلى المسلم الحقيقي أن يستهدفهم وأن يحصد رؤوسهم ويختلعها من جذورهم دون أي رحمة أو شفقة. انظروا ماذا فعل الكفار بالعراق وفلسطين. تمعنوا في مجازرهم في أفغانستان وباكستان واليمن، يدعون محاربة الإرهاب وهم أصل الإرهاب ومنبته. هل بظنكم أن دولتنا ستقوى شوكتها دون سفك دماء أعدائها؟ ها؟ أجيبوني! ينتقدنا المرجفون أخزاهم الله عن قتل عباد الصليب في بلداننا، ألم يقتلوهم أيضاً الضعفاء في بلدان المسلمين؟ إن دم الكفار عباد الصليب ودم الطواغيت الذين يدعون الإسلام في بلداننا سواء، ويجب ألا يكون لهم وجود فوق أرض المسلمين. اذهبوا، اذهبوا جبناء، جبناء، أخزاكم الله. الحمد لله وحده، والصلاة على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. أما بعد، اليوم نطبق حكماً شرعياً غيب منذ قرون حتى جهله أغلب المسلمين. سمحنا لكن بالقليل وليس بالكثير. نعم، سنطبق اليوم حد القتل بقطع الرأس على مرتد قاتل في صفوف الطغمة الكافرة.
لم يتبقى الكثير، فالجميع في انتظار وصول أبي بلال. يمكنك الآن الذهاب إلى الغرفة لكي تقرأي بعضاً من الآيات القرآنية قبل عقد القران. شكون وليها؟ لعدم وجود أب أو أخ أو قريب لها هنا، فوليها هو والي ولاية طرابلس، أبو عامر الجزراوي حفظه الله. أبو بلال الباماكي كان لقوه مقتول في الصحراء. الله أكبر 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 رضي الله عنه قال حد الساحر